انا برضو تاني هاكد، هفصل منصة تيك توك عن تبعيتها لدولة الصين، هي في الاخر شركة خاصة، يعني في الاخر شركة تمتلك هذه المنصة. هي مش فمش مفروض تركيا كانت وقفت التيك توك؟ هو ايوه حاظرين، بعض الدول اللي حظرتها تماما، عندنا الهند، عندنا روسيا، عندنا ما بيشتغلش هناك تيك توك. عندنا بعض امريكا رجعت واقرت بان العاملين في الفيدراليه او الحكومه الامريكيه لابد من عدم التعامل مع هذه المنصه، واتحذفت تماما على الهواتف الخاصه بهم. فبالتالي ان كل دوله بتراجع السياسات والمعايير بما يحفظ للمجتمع والدوله الخصوصية، دي رقم واحد. حاجة تانية، ما يضر بالمجتمع. طب وانا هحفظ ازاي؟ معلش يعني استاذ محمد، هي الدول دي عملت ايه؟ منعت او حظرت؟ منعت. حلو، لكن انا لو انا موافق ان هو يفضل مكمل، همنع ازاي؟ يعني واحد ماسك تليفون، انا ونهاد قاعدين اهو مسكنا تليفون، عملنا مسابقة مثلا على التيك توك فأزأزت اللب مثلا، يعني هقول لك اهو مين هيأزأز لب اسرع وبسرعه وكبس كبس، وتخيل انا ورا شباطه انت هتعمل لي ازاي؟ انا اهو ببث مباشر ومن حقي، وقاعدين اهو احنا قاعدين كده مع بعض وبنأزأز لب. طب هتعمل ازاي؟ خليني اقول لحضرتك مثلا ارد. يعني طبعا طبعا انا الدوله مش دورها انها تمنع، يعني ما في منصات تواصل اجتماعي اي واحد بيعمل حساب وبعض اللي بيقول اي حاجه، بدليل احنا بنواجه الشائعات الى الان. فانا ده ليس هدفي خالص، هدفي أن برنامج الدعم المالي والبث المباشر الموجود حاليا على منصة تيك توك، لو الدولة قررت مراجعة هذا الأمر، وإحنا بنسمع يعني أن هناك يعني قابلية لمراجعة هذه الأمور، والدولة الحقيقة بتبذل جهد كبير لكل ما هو يضر أو يخل الحقيقة من القواعد الأساسية للمجتمع بتنظر فيه. طب ما نوقف الدعم المالي ده بالظبط. أنا يعني كل يعني حديثي الحقيقة تيك توك موجود، كل حديثي أن التيك توك يفضل موجود وركبوا عربيات، يفضل موجود، ولكن إيقاف مسألة الدعم المالي. ليه؟ أؤكد تاني، منصة تيك توك منصة لها تواجد وتمثيل رسمي، وكل دولة قادرة انها حتى تقفل موضوع البث المباشر. وهقول لحضرتك مثال، البث المباشر ده هو بيستخدم ايه؟ يعني بيعتمد على ايه؟ مش استهلاك لخدمات الانترنت الموجودة طبعا. مش احنا جميعا طبعا، هو اللي بيستخدم البث المباشر عنده انترنت وبيدفع مقابله، مفيش مشكله، ولكن هي موارد، هي موارد الشبكه في مقابل ناس محتاجه فعلا هذه الباندوتس وهذه يعني استاذ محمد يعني الحرسي، حضرتك شايف ان لو مصر قفلت خدمه البث المباشر، والبرامج الدعم المالي، ده هيقلل من يعني التجاوزات الكبيره طبعاً اللي بتعملها وبتقدمها تيك توك؟ وانا لا اتحدث هنا عن غلق منصه تيك توك خالص، ولا بالعكس، هي منصات ومنصات تواصل اجتماعي، وإلا هتحدث عن غلق بقى منصات تواصل اجتماعي، وهذا لا يجوز الكلام فيه. لا بس التيك توك لازم يغلق. لا التيك توك والله الواحد بيشوفه لازم. المشكله الاساسيه هي البث المباشر.